الرحمن الرحيم. انا جيت لقيت في بلطجيه داخلين من عند عمنا من رياض، واللي باعتهم بتوع الحزب الوطني كله. ايش عرفك اللي هم الحزب الوطني؟ عايز وقائع ادلنا، قول اتفضل عشان ما يبقاش المشاهد بس يفتكر احنا بنضحك عليه. لا مش ما بنضحكش، انا سالت الناس لسه بيحققوا معاهم، عارف انت معلومه قولها لي. حضرتك الجمعه اللي فاتت النائب خلينا النهارده انا شفتهم هم بيضربوا بالسين، بيضربوا جامعة عمد بالسينج والمطاوع في قلب المتظاهرين. كم واحد تعليقات؟ ما هم تبع مين هم بتوعنا؟ عايز وقائع تحت التحقيق. هم قالوا ايه؟ لسه اللجان بتحقق معاهم. انت عندك معلومه؟ ايوه انا حضرتك، ما انا بقول لك انا اللي انا شفته. قول لي بس اللي شفته. ايوه حضرتك، وهم طلعوا السينج والمواس والمطاوع وضربوا المتظاهرين بال يبقى انت شاهد عين على الواقع. حضرتك شفت انا جبت بقى. تمام، ايه تاني؟ حضرتك الوزراء اللي ماسكين الحكومه لازم يمشوا، وخاصه الدكتور سيد مشعل من كان في لجنه السياسات وفوق الستين في كل الشركات بتوع الانتاج الحربي كلهم موجودين في 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 في, 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 في قيادات عليا وفي كل الوزارات. شغال في الانتاج الحربي؟ ايوه شغال حضرتك في الانتاج الحربي في كل الوزارات وكل قائد فوق الستين، ما فيش حد فيهم. شكرا.